شهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقيع بروتوكول تعاون بين كل من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هاشيمة الخير، وذلك بهدف دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هاشيمة الخير وجمعية الأورمان بإجمالي 45 مليون جنيه بهدف تقديم 1200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع نحو 18,000 كرتونة مواد غذائية و18,000 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف. كل شهر توزيع 3000 كيلو لحمة و 3000 كرتونة غذائية، كل شهر في 200 مشروع هندعمه. قيمة البروتوكول 45 مليون جنيه، تشارك ما بين الثلاث مؤسسات حياة كريمة وأبو هاشيمة الخيري وجمعية الأورمان. كما يستهدف البروتوكول توزيع المواد الغذائية شهريا لثلاثة آلاف مستحق في 47 قرية بالمحافظة على مدار 6 أشهر مع التأكد من وصول الدعم لمستحقي. الهدف من البروتوكول إن احنا نعمل مشروعات تمكين اقتصادي للأسر، وهنعمل في محافظة بني سويف، وهنعمل توزيعات عينية في صورة سلع وكراتين طرود غذائية، وهنعمل طرود لحوم تتوزع على المواطنين في المحافظات دي. دي خطوة للتمكين الاقتصادي، لنقول ان هي برضو في مساعدات موسمية، مساعدات شهرية، مساعدات في كل المجالات. البروتوكول يأتي انعكاسا لدور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير الكرة الأشد احتياجا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.